قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تيس إنغرام إن غزة الآن تعد أكثر الأماكن خطورة في العالم، مضيفة أن الوضع في القطاع غير آمن للأطفال والنساء. وأكدت المتحدثة باسم اليونيسف أن وضع الأطفال في غزة يسوء كل يوم مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابات البالغة بينهم يوميا، مشيرة إلى أن الأطفال في غزة يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والطعام والدواء ويعانون من سوء التغذية والأمراض. كما دعت المنظمة الدولية إلى ضرورة مساعدة النساء والأطفال في غزة من خلال إدخال المزيد من المساعدات الفورية ووقف إطلاق النار. For many, life has moved underground as families seek safety and shelters.